بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مشاهدين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في الميزان. كما اعتدنا في حلقات هذا البرنامج استضافة ضيف البرنامج الدائم، طبعا هو صاحب المنزل ونحن الضيوف، وسماحة الأستاذ الشيخ أسد محمد قصير. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله وتحياتي لكم ولجميع المشاهدين الأعزاء. سلمكم الله، تقبل الله أعمالكم وأعظم الله أجوركم بذكرى هذا المصاب وفي مثل هذه الليلة التي على فيها سيف المرادي رأس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومولى الموحدين صلوات الله وسلامه عليه. مشاهدين الأكارم، أنتم أيضا أتقدم لكم بأحر التعازي بهذه المناسبة. هذه المناسبة هي التي الليلة في مثل هذه الليلة من رمضان تجرأ عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، وكان رأسا من رؤوس الخوارج، على ضرب هامة أمير المؤمنين بذلك السيف المشؤوم، وتهدمت في هذه الليلة والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقة. مرة أخرى أقدم لكم التعازي بهذا المصاب الجلل. سئل أحمد بن حنبل الشيباني إمام الحنابلة صاحب المسند، هو معروف أحد الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب الفقهية الأربعة، من قبل ابنه عبد الله، وعبد الله هذا هو الذي روى هذا المسند وليس أحمد. يعني كل المسند حينما تقرؤون قال عبد الله حدثني أبي، هذا عبد الله بن أحمد بن حنبل. سأله عن أمير المؤمنين عليه السلام، فأجاب أحمد بن حنبل قائلا يا بني اعلم أن عليا قد فتش له أعداءه عن منقصة فلم يجدوا. وهذا اعتراف ضمني من أحمد بن حنبل بمقام أمير المؤمنين عليه السلام. فعمدوا، يعني هؤلاء الذين يعادون أمير المؤمنين، فعمدوا إلى إلصاق التهم ووضع فضائل أعدائه لإيجاد موازنة يعني. وأحمد بن حنبل يبدو من خلال هذا النص مدرك لما حصل في بعد الأربعين، يعني بعد تولي السلطة الأموية للحكم، لكرسي الحكم والملك. بالأمس تحدثنا عن ظاهرة الوضع وكيف كان ذلك الوضع له تأثير وطرق الوضع، وماذا حصل عندما حذر النبي صلى الله عليه وآله من المستقبل، فحذر من أشخاص، من أحياء، من فتن، من كثير من المسائل. وهذا التحذير كان للأمة عامة لئلا تقع في الهاوية وأن تنزل قدماها إلى منزلق خطير لا يحمد عقباه. وبالفعل نقول أن الأمة تهاونت في هذه التحذيرات نوعا ما فوقع المحذور. من أهم ما يذكر ويقال في تلك المرحلة الزمنية، يعني فترة حكم بني أمية فما بعد، هو مسألة التزوير الذي حصل في التراث الإسلامي، تزوير روائي، تاريخي، سنة، ثقافة، فكر، حتى العادات والتقاليد التي كان يتسم بها المجتمع الإسلامي أيضا تعرضت لضغوط من قبل الحكام حتى تتغير. يعني الطالح يجب أن يصبح صالح بصوت الحاكم وسيف الحاكم، يعني المنبوذ يجب أن يصبح مقبول أيضا بسيف الحاكم، وهذا كثير في كتب التاريخ. ونحن قلنا وهذا الكلام، يعني نحن أمة قليل أن نقرأ، ننتظر من يزق لنا العلم، فلذلك دائما نضع آذاننا وعقولنا أوعية لمن يملأها، وهذا هو الخطأ. يجب أن نكون على قدر المسؤولية ويجب أن نطالع كتب التاريخ والسيرة حتى نصل إلى الحقيقة المغيبة وليست الغائبة، التي غيبت بأقلام مأجورة وأقلام قبضت مقابل بيعها الحق وبيعها القيم والمثل التي كان المفروض أن يدوموا عليها إلى آخر الدهر.
نأخذ فاصل قصير ثم نعود ونبدأ الحوار إن شاء الله تعالى. الله. تعرضنا وسماحة الشيخ أسد محمد قصير على مدى حلقات ماضية في هذا البرنامج إلى عدة قضايا في التاريخ والسيرة النبوية والتراث الروائي، وكيف استهدف التاريخ الروائي والسيرة العطرة لسيد الكائنات بالإسرائيليات والأمويات. كما تعرضنا في الحلقة السابقة إلى التحذير القرآني والنبوي من التحريف والتبديل وإضافة ما ليس في التراث الروائي والسيرة لهما بفعل عوامل ومناهج السلطات الأموية وما كانت تهدف من وراء هذا التشويه والتحريف. واليوم نتعرض مع ضيفنا الكريم إلى قضية أهل البيت عليهم السلام وما شنت عليهم من حروب التزوير والتحريف الأموية، ونستفسر ونسأل كيف تم استهداف أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة بالإقصاء والتقتيل والتشريد وشن حروب التزوير والتشويه، علاوة على كل ما تعرضوا له من تنكيل ودم. كما ونسأل لماذا كل هذا الاستهداف الأموي لأهل هذا البيت خاصة دون غيرهم. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء. مرة أخرى أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله. مرحبا بكم. سلامكم الله. إحنا بالأمس يعني لم نستطع أن نتم ما بدأتم به من مسألة التحذيرات النبوية للمستقبل، وذكرتم هناك مسألة بعض الروايات لم تذكروها بالأمس، أردتم اليوم أن تسلطوا الضوء عليها في مسألة تبديل السنة وتغيير السنة. ترى ما هي تلك الروايات وما هي درجة خطورة هذه الروايات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أولا أقدم لكم إخواني وأخواتي الأعزاء التعازي بهذه المناسبة الأليمة، وهي ذكرى ضربة أمير المؤمنين عليه السلام. وأقول لكم جميعا أحسن الله لكم العزاء بأخ الرسول بوصيه وزوج ابنته البتول عليهم السلام أجمعين. وأما ما بقي من التحذيرات النبوية من المشروع الأموي ومن السلطة الأموية، من البيت الأموي، من شخصيات أموية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبقى أي بعد من الأبعاد لهذا المشروع، وإلا وحذر منه، حذر من السلطة وحذر من الشخصيات، من البيت، من الحي، حتى الحي نبه بأنه هذا أكره وأبغض الأحياء. وأيضا هناك شخصيات أموية التي هي أسست لهذا المشروع، أبو سفيان ومعاوية، أيضا حذر النبي تحذيرا شديدا منهم. وكما ذكرت التحذير كان يؤكد على الخطر الثقافي الفكري، وأن البيت الأموي والمشروع الأموي يستهدف الإسلام، يستهدف الإسلام في فكره، في قيمه، في عقيدته، حتى في فقهه. وفي هذا المجال بقي الكثير، والوقت البرنامج لا يسع لأن نذكر كل هذه التحذيرات. طبعا هناك تحذيرات قرآنية أيضا ذكرناها، تحذيرات نبوية أيضا كثيرة جدا، وهكذا أيضا تحذيرات عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أيضا، وتحذيرات من الصحابة أيضا. الصحابة كان لهم أيضا دور في تحذير الناس وتوعية الناس ونشر الوعي بين المسلمين بأن هذا البيت أو هذا المشروع يشكل خطر كبير على الإسلام،
وأيضا هناك أقوال لكبار علماء أهل السنة والجماعة تؤكد على أن المشروع الأموي هو مشروع يستهدف الإسلام في قلبه وفي فكره وفي عقله. إذا كان يعني ولا بد أن نستكمل تحذيرا من هذه التحذيرات، فقط أريد أن أسلط الضوء اليوم على حديث مهم جدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ذكرته سابقا ولكن فقط من أجل التذكير، وأعتقد أنه هذا الحديث هو يعني من أكثر الأحاديث وضوحا، أولا من جهة السند أيضا سند معتبر وسند جيد، وأيضا من جهة الدلالة فيه دلالة واضحة على أن المشروع الأموي يستهدف تغيير وتبديل وتزوير والتلاعب بالسنة النبوية الشريفة، وهو بهذا العنوان: أول من يغير سنتي رجل من بني أمية. طبعا هنا لم يصرح بالاسم رجل من بني أمية، ولكن واضح أن المراد من ذلك هو الرجل الثاني في البيت الأموي، وهو معاوية مؤسس المملكة الأموية، مؤسس أصلا المشروع الأموي. فإذا هذا الحديث أيضا كما ذكرت من جهة السند، لأن البعض قد يعني يسأل عن السند، هذا الحديث أيضا ورد في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني المجلد الرابع، وخصوصا يعني إخواننا الوهابية يشككون في سند الأحاديث التي يعني تفضح معاوية وتبين المشروع الأموي. فمن أعلام نبوته الغيبية، يعني كان يحدث عن الغيب، استشرافات كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعنونت بهذا العنوان. طبعا الشيخ الألباني هو الذي عنون الرواية هذه من المغيبات، وهذا يعني أن الشيخ الألباني أيضا يؤمن بهذا، ويعتقد بأن الشيخ الألباني بأنه هناك تغيير في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو العنوان أيضا موجود في بعض الكتب، في باب الفتن، بكتاب الفتن موجود هذه العناوين، ولكن الألباني عندما أيضا نعم وضع له عنوان، هذا معنى أنه يتبنى القضية. هو عادة يضع رقم الحديث ومتن الحديث، نعم. هالمرة وضع عنوان، هذا يعني أنه أيضا يؤمن بهذه النظرية. صحيح. والألباني كما نعلم الألباني هو على كل حال إمام الوهابية في الجرح والتعديل، مو بخاري العصر، بخاري العصر جزء. فيقول في حديث 1749: أول من يغير سنتي رجل من بني أمية. يقول أن الحديث، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، رجال الشيخين وإلى آخره. هذا الحديث أنا بعتقد يعني يختصر ويعني يبين بشكل موجز بأنه ماذا سيحصل في عهد بني أمية من التزوير والتحريف، تغيير سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، انقلاب على السنة النبوية الشريفة. وهذا الذي حصل، وهذا الذي نحن نتحدث عنه ونبحث أنه إلى أي مدى حصل هذا التزوير، وأين حصل التزوير، من المزور، ما مدى التلاعب بالدين الذي حصل في عهد بني أمية، وما هي ما الذي نحن ورثناه من هذا التزوير. هذا الذي نحن نبحث عنه خلال هذا البرنامج، وبينا التزوير الذي حصل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة وشخصية النبي، وانتقلنا إلى شخصية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ما هي التزويرات، التحريفات، التلاعب في صورة وشخصية وسيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في مناقب، في فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا طبعا أيضا ملف كبير وواسع جدا، ونحن سنحاول في هذا البرنامج أن نسلط الضوء على القليل من هذه التزويرات. وبشكل عام أنا بحسب بحثي وجدت أن التزويرات بدأت أولا بالقرآن الكريم، ثم انتقلت إلى السنة النبوية الشريفة. فإذا بنو أمية على طريقتهم أرادوا أن إسقاط
شخصية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تغييب دور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وبالتالي استعملوا الأساليب المعهودة وهو التحريف، فحرفوا القرآن الكريم. طبعا التحريف اللفظي كان صعب بالنسبة لهم، معاوية كان عنده محاولات لتحريف القرآن لفظيا ولكن فشل وما استطاع أن يحرف القرآن لفظيا، فحرف القرآن معنويا ليحرف الناس عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. والذي يسأل منه ما هو دليلكم على أن معاوية كان عنده محاولات لتحريف اللفظ في القرآن، القرآن لفظا، فأيضا هناك دليل واضح بأن معاوية كان يستهدف تحريف القرآن لفظيا في أعظم آياته، في أقدس آياته، في العنوان الكبير، ليس فقط للقرآن، لكل الكتب السماوية، وهو بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا موجود في كتاب الأم للشافعي رحمه الله الإمام محمد بن إدريس الشافعي المجلد الأول. فهنا يذكر الإمام الشافعي في بحث قراءة في القراءة في الصلاة يذكر هذه القضية بوضوح. لاحظوا طبعا هناك عدة روايات، بعض الروايات أن معاوية أراد أن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم من الصور وليس من أم الكتاب، ولكن الذي يكمل الروايات يكمل قراءة الروايات سيجد أن هناك رواية واضحة بأن معاوية أراد أن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم من أم الكتاب، من سورة الحمد. وأنا ذكرت أنه أن بسم الله الرحمن الرحيم هي عنوان لكل الكتب السماوية، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم الأنبياء كانوا أول آية يقرؤونها على الناس كانت هي بسم الله الرحمن الرحيم. جيد، هنا في هذه الرواية إن كان الخط صغير لا أعرف إذا إن شاء الله المصور أخبرنا إبراهيم بن محمد إلى آخره أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر، يعني حذف التكبيرة من الصلاة وحذف بسم الله الرحمن الرحيم من الصلاة وحذف أن معاوية عفوا فصلى بهم فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر، وإذا رفع على كل حال فناداه المهاجرون حين سلم بعد أن انتهت الصلاة. والأنصار، المهاجرون والأنصار، لو الأنصار فقط ممكن نقول عنده مشكلة مع معاوية، ولكن المهاجرون والأنصار يعني إجماع من كان موجودا في الصلاة. فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار يا معاوية سرقت صلاتك، أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ أين التكبير؟ التكبير هي أساس في الصلاة، ركن في الصلاة. طيب أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ فمعاوية كان يمهد لحذف بسم الله الرحمن الرحيم، وأين أراد أن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم؟ في المدينة، يعني في مركز الدين، مركز الإسلام. إذا نجح في حذف بسم الله الرحمن الرحيم في المدينة ولو سكت أهل المدينة، هذا يعني أن بسم الله الرحمن الرحيم ستحذف في الشام وفي البلدان الأخرى. ولكن أهل المدينة كان عندهم الوعي وانتفضوا وقالوا يا معاوية سرقت بسم الله الرحمن الرحيم، ما قالوا نسيت، لأنهم يعلمون بأن معاوية لا ينسى. سرقت بسم الله الرحمن الرحيم، هذه قضية واضحة على أن معاوية على كما صرح أهل المدينة بأنه أراد أن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن. ولكن التحريف اللفظي للقرآن الكريم لم ينجح في لا لم ينجح، والمشروع الأموي فشل في التحريف اللفظي للقرآن الكريم، ولكن يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذا فشل في تحريف اللفظ يعمد إلى تحريف آخر، يطفئون نور الله بأفواههم فيعمد إلى تحريف
التحريف المعنوي، وهذا الذي اعتمده المشروع الأموي في تحريف في حرف الناس عن أهل البيت، عن مقامات أهل البيت، عن فضائل أهل البيت، عن حب أهل البيت، وخصوصا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أراد أن يحرف الناس عن هذه المفاهيم من خلال التحريف المعنوي للقرآن الكريم. كيف التحريف المعنوي للقرآن الكريم؟ هناك آيات في القرآن الكريم هي نازلة في أهل البيت تدل على مقامات أهل البيت، فضائل أهل البيت. فمعاوية من خلال الطاقم، وكان عنده طاقم يعمل بمهارة عالية جدا، وهذا الطاقم هو طاقم النواصب. معاوية لأنه كان عنده طاقم الإسرائيليين الذين يدسون الإسرائيليات في تراثنا، في كان عنده أيضا طاقم القصاصين، وعنده طاقم كان كبير جدا وخطير جدا، وهذا الطاقم هو طاقم النواصب، مجموعة من الحاقدين، من الذين لا يوجد في قلبهم ذرة من حب أهل البيت. اصطلاح عند المحدثين وأهل التواريخ والسير حينما يقول فلان عثماني سفياني شامي، اعلم أنه يقصد به أنه عنده النصب. نعم نصب، فيه نصب. هذا الاصطلاحات الثلاثة حينما ترد في كتب الرجال كتب التراجم اعلم المقصود به أنه ناصبي. من هنا يعني بعض العلماء عاتبوا البخاري عتاب شديد لأنه روى للنواصب روايات كثيرة في صحيح البخاري، ومنهم عمران بن حطان الذي مدح، وكان له قصيدة شعر يمدح فيها الذي قتل أمير المؤمنين ابن ملجم. هذا واحد من النواصب. يقول له يا ضربة من تقي. من تقي، يعني يقول هذه الضربة تقرب بها إلى الله، كما الآن يفعل من هم على سيرة الخوارج يقتلون الناس قربة إلى الله. فعمران بن حطان الذي هو أحد النواصب الذي اعتمد عليه البخاري، طبعا في مجموعة كبيرة، أنا حسب ما أحصيت أكثر من 13 ناصبي اعتمد عليهم البخاري في رواياته ونقل عنهم. للأسف بعض النواصب من الذين كان هواهم أموي كانوا رؤوسا في مذهب النصب، مثل حريز بن عثمان الرحبي. هذا رأس، طبعا رأس كبير، هذا رأس يعني صاحب مذهب. نعم. عكرمة سنبين، عكرمة أيضا كان ناصبيا، ولست نحن الذي نقول أنه ناصبي، إخواننا وعلماء إخواننا أهل السنة والجماعة يقولون أنهم كان نواصب، هذا فيه نصب لأهل البيت. فإذا معاوية كما ذكرنا نحن وكما نقل الإمام الذهبي بأنه أنشأ أهل الشام على النصب، يعني كان عنده طاقم ناصبي يدس الروايات في ذم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأيضا في نفس الوقت أيضا رب الناس على النصب كما نقل الإمام الذهبي. على كل حال إذا مرة أخرى لا بأس أن نعيد قراءة هذا النص الخطير للإمام الذهبي. بعد النص نذهب إلى فاصل. نعم، نقرأ النص ونذهب إلى الفاصل. بعد النص. هنا وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويغالون فيه إلى آخره، ونشأوا على النصب، نعوذ بالله. الإمام الذهبي يقول نعوذ بالله من الهوى. وخلف أم خلفة، إما هو الاثنين تصلح. الاثنين تصلح. نعم نعم. والمهم أنه معاوية خلف، هل هو أنا أعتقد خلف معاوية بمعنى أتى بعد معاوية، أما خلف معاوية يعني هو معاوية أتى بمن يأتي بعده. هذه التخفيفات وهذه الملاطفات هذه تجدها في كل من كان على الهوى الأموي، يعني الذهبي ابن كثير مثلا. الذهبي عندما يقول عن يزيد مثلا كان ناصبيا فضلا غليظا كذا، بدأ دولته، لا يقول بقتل يزيد، يقول بدأ دولته بمقتل يزيد، صرح بقتل يزيد، بمقتل الحسين مثلا. الجماعة الذين هم ينتمون إلى هذا المشروع أو ينتمون إلى هذه، ومنهم الذهبي يحاول يلطفوا بالعبارة، يبنون للمجهول، لا يقول أن خلف معاوية خلقا كثيرا من النواصب، فيقول خلف معاوية خلق كثير. هذه لغة نحن نعرفها من ابن كثير ومن الذهبي ومن امثال هؤلاء. مع ان الذهبي نحن على كل حال نقرأ كما الذهبي عند عبارات قوية، يعني مع انه اموي الهوى عند في امور اصلا لا يتحملها. نحن قرأنا بالمغيرة، المغيرة الذي هو ايضا كان ناصبيا. نعم.
وكان من أشد الأعداء لأهل البيت، ولكن وصل الحد بحقد معاوية إلى درجة أن المغيرة اعترض عليه، قال له يعني كن لطيفا مع أولاد عمك، هو المغيرة كان معروف أنت صرت على آخر حياتك كما قرأنا نحن هذه دفنا دفنا، كان معروف عنه حب، كان يحب السلامة يحب الدنيا، حتى لما ولاه معاوية الكوفة قيل له أن هناك نزاع بين الشيعة والعثمانيين وعثمانيي الهوى أو الأمويين، قال ماذا أفعل، شاء الله أن يراكم هكذا على اختلاف. هو كان يحب العافية يحب السلامة، يعني كان معروفا بأيضا نعم عدائه، نعم هو بجانب معاوية. نعم نذهب, صلى الله عليه وسلم. نعم نذهب إلى فاصل، مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود لنواصل، انتظرونا. خالط الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى سماحة الشيخ. لدينا اتصال وسؤال، أبدأ بالاتصال أم بالسؤال؟ نبدأ بالاتصال احتراما للضيف. أبو جواد من الجزائر، تفضل أخ أبو جواد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. أهلا بداية نعزي أنفسنا وسكم الأمة الإسلامية باستشهاد الإمام علي سلام الله عليه. سلام الله عليه، نعم تفضل. في الحقيقة مولانا أنا في الحقيقة يعني كنت أدرسنا شريعة بالجزائر وكنا على المذهب الوهابي، نسأل الله المغفرة والرحمة. أنه هذا المذهب ببدايته هنا لم يكن يجاهر بكراهيته أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، لمعرفته أن الصوفية في الجزائر يحبون كثير أهل البيت ويبجلونهم ويحترمونهم ويعشقونهم، يعني وقد تربينا على حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أننا في الجزائر لا نسمي علي، نسمي السيد علي ونسمي السيد أحمد، فهو التسييد لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جدتي الله يرحمها كانت تقول دائما على يزيد معاوية يزيد المكار أو الماكر الذي قتل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فكنا نرضع من هذه المدرسة مدرسة بأهل البيت. لأنه أستاذي الكريم يعني أنا في الحقيقة كان حديث مهم جدا هو الذي كان منعرج في حياتي، وهو أنه يزيد يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أو كافر. إنه لعهد النبي الأمي عهد. نعم وتناقشت مع أستاذي في الشريعة أنا ذاك وقلت له يا أستاذي الكريم هذا الحديث الذي قاتل الإمام علي هل قاتله عن حب، يعني من المستحيل أن يكون حبه وقد قاتله، إذا فهذا الحديث ينطبق على معاوية ومن كان مع معاوية. نعم يعني كان يتنصل يريد التنصل، قال إنها فتنة، قلت له ليس بفتنة، أن الحق قد وضح وما دام أن الحديث صحيح ومروي في الصحاح فإن الحديث يعني واضح ولا لبس فيه. فكان المنعرج الذي غير حياتي إلى أن أهل البيت كانوا مظلومين، وكنت أنا ذاك حديث السن يعني كنت 18 سنة في عمري، يعني وهذا الذي الأمور واضحة مولانا واضحة في الأحاديث وفي كتب أهل السنة واضحة أنه الظلم قد وقع على آل البيت، وأن الأمويين هم الذين شقوا العصا وأني أخذوا الخلافة عنوة، وأني كنا الآن يبيحون، الآن هم الوهابية مثلا عندنا في الجزائر ما سمى حالهم السلفية العلمية يقول لا يجوز الخروج عن الحاكم، والذي يخرج عن الحاكم يجوز للحاكم قتاله هو أبو من الخوارج. أبو جواد في الحكم الوضعي فما بالك بحكم الإمام علي الذي كان من الخلافة الراشدة كما أبا جواد طبعا أبا جواد هي يا أبا جواد بس احنا نحذف الياء يصير مقدرة. أبا جواد عزيزي هذا إن شاء الله قضية علاقة الحاكم والمحكوم، وهذه الروايات التي تعمل على صناعة جيل ذليل
ذليل للحاكم. نعم. يفعل به ما يريد. نعم. إن شاء الله راح نطرحها في هذا البرنامج إن شاء الله نزاحم بها سماحة الشيخ. لكن أستاذ الكريم حاججناهم نحن بها، قلنا لهم ما دام أنتم لا تجزون الخروج عن حاكم وضعي فكيف بالإمام علي الذي كان نعم. خليفة راشد، وتقولون نعم. عن من نعم. خرج عليه أنه أحسن. صحابي جليل أحسن. يعني الدليل في 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 فعلهم أحسن. وهذا ما نحاج به. وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله الناس تتبصر بأنه مظلمة آل البيت هي مظلمة عظيمة. ونحن والحمد لله رب العالمين أشكر الله أن هداني إلى الاستبصار وأن هداني أني عرفت الحق ومن عن طريق كتب أهل السنة. والله ما قرأت كتب الشيعة أبدا بل من كتب أهل السنة عرفت الحقيقة. سلمك الله. الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا. شكرا الله. أخونا العزيز أبو جواد. نعم جيد. طبعا أبو جواد أشار إلى نقطة مهمة لعله المشاهد الآن بعيدا يعني حتى قبل مسألة هاي روايات علاقة الحاكم والمحكوم، روايات دقيقة جدا فيها بعض الروايات جزئية وفيها بعض الروايات كلية، كلها تصب في منبع واحد في خط واحد ألا وهو صناعة تقديس وصناعة جيل لا يعرف من الدنيا شيء إلا أن يطأطئ رأسه تحت أقدام الحكم. لا أريكم إلا ما أرى طريقة يعني فرعونية. طبعا فرعونية. سن معاوية أسس مجتمع فرعوني. لو تعملوا حلقة لمناقشة هاي الحديث هاي الروايات. ولكن يعني نحن المشكلة الآن هي ليست مشكلة أنه استولى على الحكم أو اغتصب الحكم أو الخلافة. أنا الآن في هذه الحلقات أو في هذا البحث أنا الذي يهمني هي ليست قضية سلطة، وطبعا هم غصبوا الخلافة وحولوها إلى فرعونية وقيصرية وإلى آخرين. أنا الذي يهمني الآن هو أن أكتشف أين التزوير الذي دسوه بنو أمية من خلال الأمويات والإسرائيليات في تراثي. ماذا فعلوا بديني؟ ماذا فعلوا بالمرويات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين الأصيل؟ أين الدخيل؟ أين الحق؟ أين الباطل؟ فالآن نحن الذي يعني نستهدفه من خلال كل هذه الحلقات هو أن نبين بأنه كان هناك تزوير مبرمج ممنهج، وكان الهدف هو التلاعب بالدين، تغيير سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التغيير يعني إلى الآن نحن ما زلنا ندفع ثمنه من دمائنا، ندفع ثمنه من 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 حياتنا، من أرواحنا. والدين أيضا تشوه بسبب هذا التراث. إلى الآن الإسلام يدفع ثمن التشويه الأموي، والأمويات والإسرائيليات إلى الآن موجودة في كتبنا تحت عنوان صحيح أيضا. هذه المشكلة. وأنا لماذا أؤكد دائما على الأمويات؟ قضية الحاكم وإطاعة الحاكم ولو أكل مالك ولو جلد ظهرك هذه ليست إسرائيلية، هذه أموية. الأمويات أعتقد بأنه هي أسوأ وأخطر كانت، لأنه الإسرائيليات سهل كشفها من خلال العرض على القرآن الكريم، من خلال أيضا هذا مثلاً السؤال النباني. وردنا من الأخت أم تمار تقول السلام عليكم لدي سؤال إلى سماحة الشيخ، كيف نعرف الحديث المحرف عن طريق عرضه على القرآن؟ كأن الأخت أم تمار تقصد آلية العرض، يعني آلية العرض الحديث على القرآن كيف تكون؟ نعم، عندما نحن نؤكد على أن المرجعية هي القرآن، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأيضا وصية النبي هذا مسلم. إني تاركم فيكم الثقلين، كتاب الله وأهل بيتي. كتاب الله، كتاب الله هو المرجعية. فعندما نحن نعرض على القرآن الكريم أعتقد بأن الكثير من الإسرائيليات التي فيها التسليم يتسأل عن آلية العرض كيف الحديث. آلية العرض هو أن نعرض على هذه الأحاديث، نعرضها على المحكمات في القرآن الكريم. مثلا قضية التشبيه، مثلا الإسرائيليات الموجودة في 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 تراثنا أن الله عز وجل له يد وله قدم، ولا عندما نعرضها على المحكمات، المحكمات ليس كمثله شيء، هذه واضحة حينئذ بأنه هذه من الموضوعات. هذه الوهابية أجابوا عنها قالوا تليق بجلاله حتى يفرون من هذا الإشكال. هذه تليق بجلاله يعني هذه الفبركة لن تنجح معهم، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، خلص ما قال ليس كمثله شيء إلا ما يليق بجلاله. القرآن الكريم واضح، ليس كمثله شيء، كل ما تتصوره كما يقول أئمة أهل البيت، كل ما تتصوره هو مردود عليك، هكذا يعبر الإمام رضا عليه السلام، مردود عليك،
كل صورة أنت في ذهنك تخترعها تفبركها لله عز وجل حتى لو كانت طليق بجلاله مردودة عليك. وكما يقول أمير المؤمنين التوحيد، فهموا التوحيد يا وهبية من أمير المؤمنين، التوحيد أن لا تتوهمه، ليس كمثله شيء. والعدل أن لا تتهمه. إذا نحن صدقنا روايات أن أطيع الحاكم ولو أكل مالي وجلد ظهري وبعد شوي لو ركب على كذا وجبرية، هذا أصلا يتعارض مع القرآن الكريم، لأن العدل كما يقول أمير المؤمنين العدل أن لا تتهم الله عز وجل، الله ليس بظلام للعبيد، آية واضحة، الله عز وجل لا يظلم. كيف جبرية يا معاوية والله ليس بظلام للعبيد؟ كيف جبرية مثلا أنا مثلا يعني مفروض علي الحاكم الشرعي وهذا من الله كما قال معاوية لأم المؤمنين عائشة، والله عز وجل يقول ليس بظلام للعبيد، والله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، ما في إكراه في انتخاب الخليفة، أنا بنتخب الخليفة السياسي اللي أريد. فإذا كل شيء إذا نعرضه على القرآن ونعرضه على المحكمات القرآنية ونعرضه على الروايات القطعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعتقد بأنه سنكتشف كل هذه الإسرائيليات كل هالأمويات. ولكن مسألة تحتاج إلى جرأة، تحتاج إلى شجاعة، تحتاج إلى شجاعة علمية وذوق تحقيقي، وتحتاج أيضا أن يكون عنده جرأة بأنه يعارض السلطان، يخالف السلطان. وهذا الذي للأسف نفتقده في بعض من نقل هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لدينا سؤال آخر من الأخ عبد الحكيم من اليمن، يقول كم امتدت فترة بث ونشر الأمويات والإسرائيليات بعد معاوية، كون معاوية مات على رأس 60 أو أقل، يعني 19 سنة ونيف حكم معاوية. يعني نستطيع أن نقول بأنه 60 سنة، هذه 60 سنة هذه خير من 1000 شهر، مقابل 60 سنة من حكم بني أمية والتلاعب بالدين. 60 سنة أنا أعتقد من الحكم الأموي وحتى آخر خليفة أموي باستثناء فقط مروان بن محمد، مروان بن الحماء على كل حال، نعم، باستثناء عمر بن عبد العزيز فقط هو الوحيد الذي لم يشارك في الدس وفي التزوير، ومعاوية بن يزيد شاركوا يعني في التزوير أيضا لم يحسب. لدرجة كما ذكرت يأتوا بشاعر يهودي، وطبعا كانوا اليهود كان لهم دور كبير جدا في كل أروقة الحكم الأموي من معاوية وهذا بن يمين إلى آخر خليفة من الخلفاء الأمويين. ابن أثال الطبيب اللي قتل عبد الرحمن بن أبي بكر كان لصيق معاوية، هذا لصيق كان يستعمل معاوية في عمليات القتل والاغتيال، ولكن نعم كان خبير كيميائي، هو كان مستشارين لمعاوية، مستشارين فكريين. بن يمين هذا لا لم يكن طبيبا، هذا مستشار فكري كان لمعاوية. بن يمين نعم، بن يمين كان مستشار فكري، لم يكن لا طبيب ولا عسكري، تلاعبوا بديننا. وبالتالي نحن لابد أن نكشف هذا التزوير. وأنا مرة أخرى أقول يشهد الله أنا حرصا على إخواني أهل السنة والجماعة، الآن إخواني أهل السنة والجماعة يعيشون بالبخاري ومسلم المليء بالإسرائيليات والأمويات وهم لا يشعرون، وبعضهم لا يجرؤون أن يتكلموا. سمح الشيخ ممكن فد مقاطعة بسيطة، في سير أعلام النبلاء في ترجمة عكرمة البربري يذكر عبارة خطرة أنا أذكرها كل المشاهدين الآن عن طريق الانترنت يستطيعون الرجوع إليها، يقول إنما الله يعني أنزل المتشابهات في القرآن ليضل به الناس، يعني هذا عبارة الذهبي ينقلها، لأن هم يصورون ثقافة إضلال الناس بالمتشابهات، يعني ظالم، يعني الله ظالم، التضليل هو فعل الظلمة، وكما كان يفعل فرعون لا أريكم إلا ما أرى، يضلل الناس. هؤلاء صوروا الحاكم هو الله على الأرض بحسب ما فعله يعني المشروع الأموي، وصوروا أن الله عز وجل مغلول كما كانت اليهود كانت تصور الله عز وجل، يد الله مغلولة على الطريقة اليهودية، يد الله مغلولة، الله مغلول والحاكم هو الله مطلق اليدين، نعم، والحاكم هو يفعل ما يريد وكل ما يفعله عدل وبأمر الله عز وجل. وبأمر الله، والله عز وجل مغلول، يده مغلولة وظالم. الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، فيه آيات في القرآن أنا أعتقد بأنه محكمات
وهي كانت السبب في حفظ الإسلام الأصيل، هي كانت السبب. أهل البيت، لهذا النبي أكد قرآن وأهل البيت، لولا أهل البيت عليهم السلام ولولا القرآن الكريم لكنا نحن كلنا شيعة وسنة وإباضية وزيدية، كنا الآن نعيش في إسلام أموي جاهلي ومن حيث لا نشعر. على كل حال، أنا أعود مرة أخرى إلى كيف زور المشروع الأموي، زور شخصية أهل البيت، شوه شخصية أهل البيت. وكما ذكرت كان يعني كان يعتمد على أمرين، مسارين. مسار الأول القرآن، يحرف الآيات القرآنية عن مواضعها من أجل أن يثبت أن القرآن الكريم يذم أهل البيت. شوف الجرأة، واقعا أنا أحيانا بتعجب يعني، ولكن هذه الهمة عند معاوية وعند جماعة معاوية وعند الهول الإسرائيليين والأموي همة عالية جدا. لأنه أنا كل ما أتصور أنه الفضائل التي نشرها القرآن الكريم ونثرها النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل البيت، بعد كل هذا معاوية كان يحتمل يعني ولو يحتمل أنه ممكن أن ينجح في مشروعه لتنقيص من أهل البيت، لتشويه صورة أهل البيت. كل ما أتصور هذه القضية أنا بصراحة يعني أعجب جدا في هذه الهمة التي كانت موجودة عند معاوية، ولكن للأسف لم تكن همة شيطانية. فعلا كان هو، إذا كان سمح الشيخ، إذا كمم أفواه الصحابة والتابعين كتكميم أفواه وقتل طبعا السيوف والنحور طبعا نعم. إعدام هذا إذا كمم أفواههم يبقى فت فراغ ثقافي بالساحة، خصوصا في البلدان اللي دخلت الإسلام حديثا، حديثة عهد بالقرآن والسنة النبوية، ممكن أن يزرق لهم الحديث هذا بشكل الأحاديث الأموية. هو السبب يعني، لذلك في المدينة الكوفة ما عبرت هذه الأمور. في المدينة والكوفة ما المدينتين هذا يعني المدينة ظلت عصية على الوضع الأموي. إيه، ولكن يعني أعتقد هو يعني نجح إلى حد كبير جدا، خصوصا في التراث السني. في باقي الأمصار. نعم. حتى المدنيين سمحت الشيخ عذرا كانوا لما يردون أن يضعوا أن مثلا يسترزقوا من أموال السلطان يذهبون إلى الشام. نعم. مثل الزهري طبعاً. الزهري بالمدينة لم يكن، وإنما ذهب إلى الشام بدأت عملية الوضع، أقلام مأجورة كانت يعني. وهو الزهري هو يقول بأن نحن أكرهنا، كنا نكره أن نكتب حتى أكرهونا. نرجع مرة أخرى نأتي بهذا النص الخطير الذي يكشف انه عمليات تزوير كبيره حصلت في الاوزاعي ده كارثه. الاوزاعي طبعا، هلا مع احترامنا يعني لاهل لبنان واهل الشام، يعني الامام الاوزاعي الان له هناك له مقام كبير جدا. هو يقول بانه نحن كنا ما ناخذ العطاء حتى نكتب في علي، حتى تبرأنا من حتى علي، حتى تبرأنا واكثر من تبرأنا. كان حتى كان يذم الامام علي بعدين في اخر حياته لما اكتشف في هذه الشيء قالوا نعم انت مكره، لانه انا خرجت من اموالي. نعم، موجود على كل حال النص، انا اتيت به ان شاء الله نقراه ان شاء الله في حيني. الاوزاعي طبعا مره اخرى نقول مع احترامنا لاهل الشام، لانهم لان الاوزاعي الان له مقام في الساحل اللبناني. بس المصدر دقيق يعني، سير اعلام النبلاء الامام الذهبي. الجزء الجزء السابع الصفحة 130 يقول: قلت لعيسى بن يونس أيهما أفضل، أزاعي أو سفيان الثوري؟ فقال: وأين أنت من سفيان؟ قلت: يا أبا عمر، ذهبت بك العراقية، يعني عندك تعصب للعراقية. العراقية معناتها الهوى العراقي يعني. ما يفكر أنه الأزاعي فقه وفضله وعلمه، فغضب وقال: أتراني أؤثر على الحق شيئا؟ عجيب. سمعت الأزاعي يقول: ما أخذنا العطاء، حتى تعرفوا التزوير الذي حصل في عهد بني أمية. طبعا الأزاعي كان معاصر لكذا خليفة أموي. ما أخذنا العطاء، كان يدفعون أموال من أجل زور دينكم، يتلاعبوا بدينكم. هذا المال الذي كان لازم يعطوه للفقراء كان يتلاعبون بالدين. ما أخذنا العطاء حتى شهدنا على علي بالنفاق، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قلب للموازين،
علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن، والقرآن مع علي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني الآن نسرد فضاء الإمام علي، ولكن صوروا التزوير وصل إلى حد قلب 180 درجة. فحتى شهدنا على ما هو منافق، استغفر الله، مش أنه لا يبغضك إلا منافق، لا، صوروا أن الإمام علي هو استغفر الله. طيب، وتبرأنا منه، ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني الذي يجب أن تتولاه تبرأ منه الأوزاعي. وأخذ علينا بذلك الطلاق والعطاق وإيمان البيعة. واقعا شيء مبكي، يعني كانوا يأخذون البيعة، وأنه أنت إذا ما بتتكلم في نفاق علي وأن كذا وكذا وكذا زوجتك طالق، اليمين بالطلاق. مهم هذا النص جدا. نعم. قال فلما عقلت أمري، صار عاقل، يعني الإمام الأوزاعي صار عاقل، سألت مكحولا ويحيى بن ابن كثير وعطاء وعبد الله وإلى آخره، فقال ليس عليك شيء. ليش بدي يتوب؟ ليش ليس عليك شيء؟ هلا يبين هو يريد أن يتوب، يعني إنما أنت مكره، يعني أيضا المسألة بها أكثر. ماشي، هل أنت مكره، ألفت أحاديث وعلمت الناس على بغض أهل البيت، طيب أنت مكره لست مأثوما، ولكن هل رجعت علمت الناس الحقيقة؟ هل بينت الحق للناس الذين ضللتهم وعلمتهم على النصب؟ شيخنا بالرواية سفيان لو أجبر يجوز ما يسويها. نعم سفيان طبعا الثوري. في ناس وقت البرنامج انتهى يقول الأخوة، بس هذه النقطة بأنه يعني مكره، هذا يعني بأنه كان يعرف الحقيقة وكان مكره؟ الله. هذا السؤال أنا بخليه برسم المحققين. فلم تقر عيني حتى فارقت نسائي وأعتقت رقيقي وخرجت من مالي وكفرت أيماني. فأخبرني هذا دليل على أنه كان يعرف الحقيقة. هذا. شكرا جزيلا سماحة الأستاذ الشيخ أسد محمد قصير على هذا البحث الشيق والرائع والمفيد. نأمل إن شاء الله لم نكمل شيء منه، لم نبدأ بعد، لم نبدأ به إن شاء الله غدا، نريد أن نبين التحريف القرآني إن شاء الله غدا في أهل البيت إن شاء الله تعالى غدا. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. مشاهدي الأكارم أنتم أيضا أتقدم لكم بالشكر الجزيل. نأمل أن نلتقي غدا إن شاء الله، ما لم نكمله اليوم سنتمه غدا بإذنه تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.